دكتورة رانيا، مشاركة القطاع الخاص وتخارج الدولة من بعض ده يفيدنا في ايه في ظل الظروف دي؟ طبعا يفيدنا جدا. المهم انه القطاع الخاص يبتدي يحط ايده في ايد القطاع الحكومي وفي ايد الدولة ويبتدي يتصالح بسرعة ويبتدي يشعر بأهميته. خليني من النقطة دي اقول انه طبعا بدل في هنا مشكلة من القطاع الخاص انه هيبتدي يتجاوب ازاي مع القرارات الجديدة وال10 مليار دولار، رغم ال10 مليار دولار دول مش كتير وبرده حسقتها على سوق المال، لانه هي رغم انها مش كتير لكن ال40 مليار دول اعلى من رأس المال السوقي موجود دلوقتي في بورصة، أعلى منه وتقريبا يعني ده معناه إيه؟ ده معناه حاجات كتيرة، بس خليني في النقطة دي اللي أنا عايزة أقولها لحضرتك. عايزة حلول وأنا بحترم الحلول. الفلوس اللي موجودة دي زائد الاقتصاد الموازي زائد دخول القطاع الخاص جوه يعني زيادت بقى، لأن احنا هنا بنتكلم إنه زادت الاستثمارات، نسبة الاستثمارات الحكومية على الاستثمار بصفة عامة يعني القطاع الحكومي من الإنفاق. تمام. وصلت لغاية 20% وكانت أقل، وبقول إنه القطاع الخاص نسبته تقريبا هو كان 24-25%، بقول قصاده كان القطاع الحكومي لو هنتكلم بالمليارات تقريبا في حدود 761 مليار قصاد، أنا يعني مش متذكرة، 200 مليار جنيه للقطاع الخاص. طب ليه هنا الدولة في الأول زحمت لو في مزاحمة؟ إحنا قبل ما الدولة تدخل تزاحم القطاع الخاص كان بيعمل إيه؟ مش كل القطاع الخاص طبعا، مع احترام الأجهزة التلفزيونية اللي موجودة، ميدان إيجيبت، صناعة مصرية، الكلام ده كله، القطاع الخاص كان شغال تاجر بسيط، نسبة كبيرة منه كان شغال اخطف واجري، هات من الصين بضاعة رديء ارميها في السوق المصري تبوظ بعد أقل من سنة بضمان شهر واحد بس، ترمي البضاعة اللي عندك وموجودة في الهايبر وبالتالي دخل القطاع. بس لو احنا هنشتغل بفكرة وهنتكلم بفكرة لو كان في الخير يعني ما كانش مطير، يبقى احنا كده مش بنعمل حاجة. يعني أقصد أحيانا الحقيقة بتبقى مؤلمة، ولو حضرتك بتقولي ده حقيقة فهو مؤلم، هو حقيقة بنسبة يعني مش الكل، فهو مؤلم. لكن أقصد أقول في لحظات في عمر الشعوب والأوطان بيبقى لازم من حلول طبعا، لازم ان انت تفكري. اصل انت كمان ما هو العالم كله ملطوط بالمشاكل والتضخم، انت كقطاع خاص هتاخدي فلوسك تروحي توديها فين؟ تمام. ما انتي شايفه ايه اللي بيحصل بره. تمام. ما هي روسيا صدرت اموال، امريكا صدرت وهل اموال، وهذا منطقي صحيح يعني؟ لا يعني اقصد هنا مش بتكلم على منطقي او غير منطقي، بتكلم على انه واقع حصري. حضرتك تقصدي ان الفلوس لازم تبقى جوه الدوله وبالتالي لازم ان هي تنشط الدوله طبعا خاص. طبعا، ولازم تنشط الاستثمارات، ولازم نبقى احنا مشكلتنا الوحيده الزراعه عندنا فيها مشكله، الصناعه في عندنا فيها مشكله. طيب. مشكلتنا لا كمان، قولي لي مشاكل المشاكل اللي تخلي القطاع الخاص ما يبقاش متحمس ان هو يحل محل او يشارك. اولا ممكن تكون القطاعات غير جاذبه اللي بتطرحها الدوله، ده رقم واحد. ممكن تكون نسبه ربحيتها يعني ما يقتنعش بيها القطاع الخاص. ثانيا القطاع الخاص بيكلمنا كرجال اعمال، انا يعني مش زرار هتدوس عليا وتقولي دلوقتي حالا في خلال السنه دي تضخ الفلوس دي، هضخها. في حين ان الاستثمارات العربيه بتضخ بنسب كبيره فوق ال 20 مليار دولار وداخله السوق المصري في اشهر قليله جدا، لانها جاده اعتقد. الاثنين جادين. بس لان المستثمر العربي برضو يعني ما حصلوش عراقيل قد المستثمر المصري، يعني انا قلت ان هو كان غير جاد في الصناعه طبعا. طب. وهنا هنتقل معاكي بقى لنقطة تانية. انت دلوقتي حضرتك بتقولي ان فعلا المستثمر العربي او المستثمر الخارجي ما بيقابلش عراقيل. لا بيقابل طبعا، في حاجات بيشتريها بالفعل وبنرجع عليه وبنقول له انت ما اشتريتهاش وفي مشاكل في الشراء، اراضي نفس القصه. وده هنا الدوله ابتدت، يمكن ده كان واضح في اخر حاجه اتقالت من سيد رئيس الوزراء، قال ان احنا هنعمل حاجه اسمها الرخصه الذهبيه عشان نبتدي بالفعل الاجراءات. طب انا عايز اسال سؤال بقى، هو ليه رخصه ذهبيه للراجل المستثمر الخارجي وما نعملش ليه رخصه ذهبيه للمحلي للاثنين؟ يعني السؤال انا دلوقتي ده هيبقى موجود، طب هل انا بقى هبتدي اسهل له الاجراءات برضه في خلال 20 يوم في المحل؟